شفت الشمس قالت وهي جميلة بخر نفسك أنت محاصر خلف جبال السجن مصادر مالت على الهوى وعلي جرح لعبابنا يا زمن وقف عبد الله على اعتاب فازاته يسلم عليهم تارة صباح الخير يا فنزاتي يا رب العالمين صباح الخير يوم تحلى الصباحات صباح الخير يوم تحلى الصباحات عشان رحت ما يبينش ال ايوه شوف لحظه اسكر البرايه روقه اللهم لك الحمد حتى ترضى اللهم لك الحمد بعد الرضا سكرنا البرديه السلام عليكم يا حبيبات القلب السلام عليكم قبل الطعام وبعد الطعام وبعد فوات الأوان السلام عليكم يا جماعة الخير اللي عنده شيء مهم أو هيك يروح يفل لأنه أنا طالع بدي أسلم عليهم بس بدي أعيدهم بعيد الأضحى ومن نعيد بعيد الجيش ومنا نقول لمريم حمود كل عام وانت بألف خير ونعد عليك بالصحة والعافية طول العمر وعيد مبارك وان شاء الله بتزوزي ولادك وترتاحي حبيبة قلبي وانت كذلك الأمر سنة سعيدة وخير سوزان حمزة حبيبة قلبي مشتاقين حيل بدي أتقدم إلى الشعب الإسلامي جميعا إلى الأمة الإسلامية جميعا أسمى آيات التهاني والتبريك بحلول عيد الفطر عيد فطر يا ويلي رجعنا على رمضان بعيد الأضحى المبارك بعيد الأضحى المبارك وكذلك الأمر بدي عايد الجيش اللبناني إن شاء الله كل عام وأنتم بخير يا جيشنا الباسلون مبروك الغاز ولميت أون ديمتري أون ديمتري الجيش اللبناني عيدك يا حبيبي ايها الجيش بعيدك من لك العام وانت بألف خير حبيب قلبنا يا جيشنا اللبناني والباسل شو مؤدبين ومحترمين وحبهم الجيش حبيباتي شو بعد فيه قاسم بن محمد 7:30 فهمني ناطريني هو اللي كان تعول الصرف انت مش عارف عنوان من هني تعول السهرة كمان ناطرين رح اضطرنا صار عنه هدول اللي بأمريكا هني بأمريكا عندهم مش بعرفني شو لا نشوف وانا من منبرك بدي اقول لمريم كل عام وانت بالف خير انت بالف خير اخباركم يا حبيباتي طمنونا عنكم شو في ما في اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي كما راينا انه في شركه ما بعرف شو هي اسمها سلبات اسمها سلبات منزله تيشرتات مكتوب عليها هيهات من البازيلا وصبر وبصيرة وهذا القصص وكانوا انهم متمسخرين على اقوال امام الحسين سلام الله عليه سلام من غانا اهلا وسهلا اهل غانا بدي اقول لهيدي الشركة لا بنعرف من هن ادارتها ولا بنعرف من هن بدي اقول لهم انه انتم شركة صوص ورمي بحالة الرخص بدي اقول لكم انه انتم زبالة البشر انتم المامة البشر لما توصل المرحلة انكم انتم تطاولوا على مقدسات دينية وخاصة انه بترمز لطائف الشيعية اكتر شيء فبتاكلوا خرب الرفش لانكم بهايم واصلا نحن بنعتمد على دولتنا انه ما في رقابه على ولا شيء اي فيديوهات عم تنزل اي اشحار ولاد عم تحضر كله 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 ولا هون ولا هون ولا هون ولا هون بس نحن ما نعرف انه الدوله عم تشتغل لحتى مش اذا الدوله اللي عم تشتغل ما شاء الله عليها هذه الدوله اللي الناس دي عم تشتغل انه هي يعني على الارض لا بنزين ولا مازوت ولا كهرباء والله ما هو زهقنا نحن بنحكيهم لا حياه اللي ما عنده اولاد ولا طيز اذا حدا بيراد بس كذلك الامر مش مسموح ابدا ولا مقبول ابدا انه ينزل احد يتطاول مثل هذه انا هي عشان تبيع منتجاتها لانه عارف يمكن الشيعة بيمشوا المنتجين ما شاء الله عليكم بلاقيكم اول عالم بالموليت المهم نزلوا هذه الكنزات اللي عم بتهين دماء ابو عبد الله الحسين وعم بتهين المقدسات الدينية اللي عندنا ففشرتوا بعينكم بدكم كنزة تلبسوا كفر اللي يرقعكم ويرقع اللي بزركم كلكم سوا وتعملوا دعايات
انا حاولت اتصل فيكم اذا كان في حدا من هود شو اسمه، حاولت اتصل فيكم على هذه سلبات، يعني الرقم المحطوط تحت الكنزة سكرتوا خطكم لانه الزرق واصل للركاب، اكيد سكرتوا خطكم. مش مسترجين طبعا، وما حداش يطلع ويبرهن وهيدا، ونحن ما فهمنا الموضوع الا صح وفهمنا الموضوع غلط. لما يكون واحد كاتب هيهات منا البازيلا، شو هو بيكون منين جايبه؟ يعني من عند الخليل بن احمد الفراهيدي للعباره، جايبه هيهات من الذله، هو غيرها لهذا النمط. فحداش يطلع ياخذ الدين من طيزه ويطلع يحكي، لانه نحن حرين. لما الواحد يصير بده يهين على السوشيال ميديا ولا بده يبهدل على السوشيال ميديا، كذلك الامر صرنا بمرحله كل ما حدا قال كلمه بده يهينه اهل الجنوب، بده يهينه الشيعه، وبده يهينه بده يهينه بده يهينه. ليش؟ مضرب عصا، ليش يتقبروني؟ ليش؟ فيش إلا عندكم حاطين قصاد عينيكم تضربوا صح؟ فأنت بتبو كنزة، هول كنزة بتروح بتشطف في طيزك فيهم يا أبو بازيلا، بتشطف طيزك فيهم وأكل خرا وتطاول على المقدسات الدينية، لأنه عندك عارف إنه الشارع ما بيحمل هودي فتن. هو بدكم تنزلوهم بيدفعوا لكم قرشين، بتنزلوا بتنقبروا لحتى تعملوا فتنة، بتصيروا بدك تنزلوا على هيدا. نحن عشان نساعد، طبعا عم نساعد بعض ونوقف مع بعض، الحمد لله الله بيتركناش. إذا المساعدة بدها تيجي بإهانة الإمام الحسين وبإهانة أهل البيت، فبتاكل خرا، بلاش مساعدتك أنت يا أبو شركة سلبات سلبات صوصر ما يبحث الرخصات. الله، عصير الأناناس الطازج. عيد سعيد يا غالي، شكرا يا بطل حاج، لبيك يا حسين كل ساعة وكل دقيقة. إي طبعا أهل البيت للسنة والشيعة بلا تفرقة، بس هني هذا العالم بصيروا بدهم يقعدوا يعملوا فتن. الفتنة أشد من قطع الأعناق، قطع الأرزاق وقطع الأعناق، قطع الأعناق وقطع الأرزاق. شو اخباركم؟ شو في ما في؟ طمنونا عنكم، ان شاء الله كلكم بخير، ان شاء الله تمام. ما شاء الله هالعيد ما حدا راح على مطرح يا حبيباتي، كلنا قاعدين بالبيوت. والله انا قاعد على هالمرجوحه، زنزوقه تاخذني زنزوقه تجيبني، في ناس نروح لهون، في ناس نجي لهون، في ناس نعمل شيء، في ناس نسوي شيء، قاعدين كذا عرفتوا. ايه هذا ما كله، انا اغراضي كلهم صحوني وكباياتي وكذي كلهم خليجيين، كله بحب فرجيكي على صحوني وعلى اغراضي، على فناجين الشاي وفناجين القهوه. تعي فرجيكي على يا سوزان، تعي يا حبيبتي، انت كثير بتحب تدقي، ايه انت مثل ام شوقي، تعي رح فرجيكي على يا حبيبتي. هيا كله انا بجيبه خليجي. تعي حبيبتي شفتي، تعي حفرجيكي يمه. ها شفتي فناجين الشاي عندي، فناجين القهوه عندي، فناجين هذه عندي عرفتي، حتى فناجين النسكافيه حقتي الصينيه، كله 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 كذي كلها خليجي. انا كلها اجيبها، حتى البري الكاسي تهيأ، شايفين الدنيا مهيأ هون حتى هنا. وبدنا نبارك لجميع، ما شاء الله عنا عم شوف كل ما افتح فيسبوك انا يغزل عن عينكم الزهره تكمركم كمر مني وبالجار، الزهره تكمركم شو عم تتجوزوا، يغزل عين الدولار 40,000 وشحار وتنيل بالبلد، وعبد الله عقله توابع ونازل على الخطب والجوازات، ما بلاقي الا هالمشايخ اللي بيشتغلي اسا شغله. وين في شيخ زوجتك موكلتي، انكحتك موكلتي، زوجتك ومتعتك موكلتي، هل رضيت؟ قولوا انت وكيلي. في وحدة اسمها غنى سيمونز حبيبتي، لأنه كاتبت لي لأنه صاحبك خليجي. ليكي يا غنى سيمونز، إذا أنت معودة على الخليجية بيدفعوا لك بالليالي، مش معناتها كل الناس بلا شرف مثلك. وإذا أنت قد حالك بتحكيني لحالي على الماسنجر رح أحرق دينك بالقلب، لأنك نتفة بهيمي وخالصة وبلا شرف وبياع، وكيف بدي لك هودي بنات الليل، تعبت ال50 دولار مش أكثر، فسكري بوزي وكلي خرب الرفش وما تطلعي تحضري، ماشي؟ صاحبك خليج، إذا أنت قليلة أدب وداري من عقد لعقد ومن زلمة لزلمة لحتى تطلعي مصروفك اليومي، يا جوعاني يا جرباني يا بنت الليل، ساعتها مش كل العالم بلا شرف مثلك، بتسكري بوزك مين ما كنتي كوني، وأعلم بخير
خيرك اركبي، واذا في عندك حدا بحب يواجه بحب يتصل بحب يستفسر عن الموضوع فيجي يتصل، شي بخري منك وبشد عم شدك ان كان من اهل من اقارب من معارف من مين ما كان من توابعك، وانا واثق من كلامي لانك جوعانه وجربانه وبنت ليل مش اكتر، بضبوكي انت بس من دوار لدوار، كلب بضبك وكلب بزتك، سامعه غنى؟ تفضل روحي احكيني عن هونيك، بدي امسح الارض فيك بما كنت تكوني، نطفه سرمية جلجوقه عتيقه، داير بس هذا يعطيكي 50 وهذا يعطيكي 5، من سياره لسياره يا جوات الليل. المهم بعد في عندنا الانترنت الزباله، يعني ها بيمشوا له نتفه وبيروح له نتفه، بيمشي نتفه وبيروح نتفه، تروح روحه ان شاء الله. اهلا يسعد مساكي يا عايده، شو في اخبار؟ شو في ما في؟ هاتوا لنشوف، حدثونا لنحدثكم. حدثوني عينيك يوم ايام اللي جايه. هلا بام هادي. عبد الله كيف الانترنت عندك؟ كيف الكهرباء؟ أني والله مشترك بالأمبير للبيت، بدي تشكر البلدية النبطية، مشترك الإنترنت ما شاء الله عليها، ما قطعوها يوم، ما قطعونا يوم. لا ماشي الحال، ولا باخد الدولي وبنزل لقدام قدام المحل. آتوا لنا بالكهرباء، أنا مش معود، معود على المكيف. عبد الله انا راجع على قطر، اهلا وسهلا بالدوحه وبنات قطر، يلا مع السلامه، اذا قبلوك ارجعي. انا عايش بدبي. انت يا انت يا حبيبي، هلا والله باهل الامارات. انا اعلن مغادره الاراضي اللبنانيه بيوم الاربعاء الساعه 9 صباحا، اغادر الاراضي اللبنانيه متجه الى بلاد الخارج لحتى ارجع اعيش شوية حياة كريمة، لأنه تشرشحت وزهقت هناء وصرف دولارات، والدولار اليوم طلع وكهرباء قفش ومي قفش وشحر قفش وتنين قفش. اوكي الاربعاء بعملكم باي من المطار وبغادر الاراضي اللبنانية الى غير عودة. امتى برجع بعرفش، برجع لهون بس الكهرباء تصير 24/24 والمي 24/24 ويصير الانترنت على طول، محطات البنزين مليانه وكله كله كله برجع لهون. ليكو بدي اقول لكم شغله، هلا اذا الاربعاء انا سافرت، اذا قالوا لكم انا عبد الله سافر عبد الله على طياره خاصه، قولوا لهم برافو، لابس كمامته ومجوهراتي ونازل بالدشدشة على المطار، يعني انتوا تقبروني الموظفين المطار اللي عم يحضروني ينطروني عبر طياراني الخاص، بدي سوق الطيارة هالمرة عشان اللي عم يتفلسفوا على عبد الله ويلتوا ويعجنوا ويقولوا ييه طيارة خاصة اخذت عبد الله. ايه حرين طيارة خاصة هيك، اقعد بدي مد جري لهونيكا ولبس الدشدشة والشروين هيك جاي عبالي، من اين لك هذا حار؟ عرفتو؟ خدني معك على دنيا بعيدي. مريم حمود عيدناك بعيد ميلادك، جيبي جاتو تعري تكتزر ان شاء الله اذا بتاكلي قطعه بلاية. بدي روح روح، شو بتشتغل؟ بشتغل انا، بتعرف شو بشتغل؟ كم مره صرت فرش يكون هون؟ بتعرفوا ولا فهدا؟ والشيخه شو مو خيم؟ فهدا بس حدا يسألكم عبد الله منين بيجيب مصاري عبد الله هيدا؟ ما حدا يقول له من التبرعات عبد الله، تخبش رايكم ما حدا شي يقول له من التبرعات. صار للدبن سوزان حامزي بحية عينك، انت اكتر وحده بتعرف يا سوزان. قولوا لنا عبد الله بيشتغل مع الشيخات في السعوديه، قولوا لهم كيف. جيت لهون جبت لكم شوية بترول، ما بتكنش قلت لكم خلص بلل ماخذ بتروليتي ورايح.
ايه ده حبيبي كده سهل. اندي 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 اندي. اهلا من تونس، اهلا وسهلا باهل تونس الكرام. عبد الله شوية دعوات جديدة. الله معك يا ابو فهد، اهلا وسهلا بالست سعدة، هلا والله يا سعدة. مريم حمود يشتغل بحق جلد يحك مرضك يشك ان شاء الله، مالت عليك وعلى وجهك يا دالفه، وعليك يا حسن لولو حسن، وعليك ان شاء الله من عاد بالصحه والعافيه وعلى جميع فنزاتي. على فكره انا كثير بحب فنزاتي، كثير كثير بحب فنزاتي، وخاصه على المدافعات الشرسه اللي مرقنا، قديش نحن وياكم مرقنا بظروف، وقديش في عالم هاجمتني، وقديش في 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 ما شاء الله كل الدنيا هاجمت وسبت وحكت. بس انا بدي اتشكر فنزاتي، لانه عن جد بيكبر الواحد بناس تقالي، ناس محترمه، ناس مرتبه، ناس عليها القيمة والقدر، دافعت عن الأمور السابقة. يعني هيك عم نحدث، فاتحين عم نحدث تيمر الوقت، عرفته. فبدي أتشكركم كلكم. أنا عبد الله أحبكم من كل قلبي. بالنسبة للعالم اللي عم تسألني ليش عبد الله ما عم يطلع على السوشيال ميديا، في أشياء كتيرة عم بشوفها عم تطلع على السوشيال ميديا، حبيت اترك المجال للناس تطلع على السوشيال ميديا، وحبيت هيك بس نقعد منتابع عن بعد، نضحك عن بعد، مش غلط. هيك يعني شوية امور بتعرفوا، مشاغل الحياة وهمومها. حبيبي يا علي انت الورد، ينعاد عليك واهلك وخطيبتك وكوسه. ميرسي يا كاترين 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 كاترين، ثانك يو، شكرا شكرا، اهلا وسهلا باهل اوغندا. لايك ب 12 اب عيد ميلادي انا، يعني بدي كل فانزاتي بتكتب على صفحتي كل عام وانت بخير، كل عام وانت بخير، وانت بخير كل عام، كل عام وانت بخير، عرفته؟ هيك بتعيدني عشان احس حالي انا. اصلا انتوا لحالكم بتجيكم نوت this day is my your birthday عبد الله وهالقصص، يعني بتعرفوا انت. اي والله يطوبروني، الله يحفظكم ويعطيكم ليرضيكم ان شاء الله. كل سنه وانت بالف خير، وانتو بخير. رفيق 29 سنه بصيروا 12 اب ان شاء الله. اموت في الشتيمه. ايه هبت بقول لك خطيبتي عم تحضركم، عم تحضرني. قال خطيبتي العزيزه كيفك يا خطيبتي منيحه؟ هي انا شفت عم سلم على خطيبتي، فقديش ما انا مضغوط، حتى خطيبتي يا ويلي عم شوفها على التليفونات مش عم بفضى. صح يا خطيبتي قولي لهم. كيفك يا عبد الله؟ كل عام وانت بخير. اهلا وسهلا بهلا فيز، وانت بخير يا حبيبة قلبي يا هلا. بس منيح والله، اذا 1300 وفش كهارب، واصبر لحكم ربك فاننا انك باعيننا. اللهم صل على محمد وال محمد. صلوات صلوات، ان شاء الله توصل بالسلامة. الله يسلمك يا ام هادي، خطيبتك معنا على اللايف، تحياتنا لخطيبتك. اهلا وسهلا بخطيبتي وبسوزان حامزه. عبد الله ما كانت لي معايده. كل عام وانت بخير يا مريم حمود، ينعاد عليك بالصحه والعافيه وطول العمر يا حبيبه قلبي يا مريم، بحبك من قلبي انا يا حبيبتي يا مريم. مش ضروري اكتب معايده، هي قدامي على العالم كله عم عايدك قدام الفانزات كلياتها. معقول يا عبد الله؟ ينعاد عليكم وانت بخير يا حبيبات قلبي. تكبير، الله اكبر الله اكبر. شو في عندكم اخبار؟ هاتوا لنشوف، هاتوا لنشوف، يا تقبروني هاتوا لنشوف. عبد الله بتعرفني؟ باسل اسماعيل، ان شاء الله بنتعرف يا باسل. اضحى مبارك يا سماح رزق. محجور؟ لا مش محجور يا ليال، هلا بدي اظهر بعد شوي، مش محجور، بس هلا قلت لانه كان في عندي وقت، قلت بدي اطلع سلم وهنئ وعيدكم لانه اشتقت لكم كثير. كنت انت بخير خالته الحجه هناء من استراليا، هلا وسهلا يا خالته الحجه هناء من استراليا. تمسك بالامل مهما كان حلمك مستحيل، واهمس لقلبك ان الله على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وال محمد. اتحفتيني،
جيسي، هلا انت نافخة شفافك؟ لا، من رب العالمين يا تقبرني، مش نافخة شفافي. هلا بتتركوا كل الدنيا تيجوا للشفافة. عبد الله بوس ركابك، شوف حال كرمال مشكلة الشرق الاوسط. خطيبتكم، خطيبتك تجنن، الله يحفظكم، الله يسلمك، مشكورة ما قصرتي. شو رأيك بفضاء رقية عبيد؟ إلي له عيد ميلادي ب13/8. خديجة سامر عطوي، سامر يا سامر عطوي، إن شاء الله السنة الجاي منشوفك أنت وخطيبتك أحلى عريس وعروس بظروف أحسن من هيك. مشكورين ما قصرتوا، مشكورين ما قصرتوا. تنعاد عليك أنا. طب أنا عيطتك ليش ما رديت؟ إيه يا سام الخضر يا حبيبة قلبي، نعد عليك يا حبيبتي، جمال ورباني. شكرا يا مريم حمود، هو بلشت تفهمي لي كنت وتحدثي، ها هيك على طول مبهدله وترشقه. عبد الله دافع عن المغتربين، يحكي او حكي ضدنا على الكورونا، او حكي او عن حكي ضدنا على الكورونا. لا، المغتربين اللي اجوا على البلد احنا قلنا له ما زال جيتوا على البلد دغري، انتوا المغتربين بس يجوا على البلد بصيروا بده يحضروا اعراس ومجالس عزي ودفن واجوره، بصيروا بده يسلموا ويباوسوا، محرومين الطعبيط والتبواس كلهم بصيروا محرومينهم، بس يجوا المغتربين على البلد بتقعدوا لكم ببيتكم جمعتين بترجع ظهروا وباوسوا وتعندقوا قد ما بدكم، ما بتوصلوا على لبنان وبتبلشوا وين في عرس تيجوا انتوا فساتينكم، يطلق خلاص العرس نزلنا موقع بنت جبال وياسور. احتكت مغتربة بإحدى صالات الأعراس ونقلت لعدوى 700,000 شخص. سبحان الله، خلاص اقعدوا بالبيوت. هلا في بأربعة وخمسة بده يفتحوا البلد، مش هيك؟ بيجوا بسكروها 6 7، يعني بأربعة وخمسة الكورونا للركاب. شكرا يا رنا حمود، أنا زعلانة منك حبيبتي يا ماي نور، تزعلش مني، أنا عيد ميلادي 5/8. 5/8 يوم سفري، انا 5/8 بغادر لبنان. عال انت عيد ميلادك وانا عيد مغادرتي، الحمد لله انا جيت من حجز 17 يوم وغيري انحجز 3 ايام. برافو لصحتك السلامه، برافو عليك يا سوزان، مش غلط ما حدا يساله عن سالتك ما رديت ما رديت وما رديت ما رديت. لا ما بلاقي وفي، والله اليوم طلبت الفولان الفولاني، ويا عمي قايم ولا ودغري طلبه. اي والله عاملين على السكيت، اسا نطرتوا كورونا، انتوا ضربي وحده لحتى تتجوزوا ببلش. اي والكعبه والكعبه، انا كنت بدي اعمل بكره الطب عندي وتلبيس المحبس، بكره بدي نلبس المحابس. كنا ما نعملها، بتعرفوا خطيبتي، خطيبتي من النوع اللي بتحب العالم، عرفته؟ جيب رئيس البلدية والمختار وتعالوا للموتار وجيب الشيخ والحاج الختيار اللي بكون قاعد بالساحة لحاله له 50 سنة قاعد بالساحة عم بدخن، كله طلعوا جيبوا، يلا 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 جيب، شو بدك عالم يا هبة، يلا 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 جيب حبيبي يا عبد الله جيب، خلي الطلبة تكون وين بدها، العالم توصل من يعني من دار عامس لكفرة لفوق، جيبوا يلا ويلا، ما تركت حدا الا وبعثت له الو عندي هالطلبة تلبس المحبس، الو عندي هالطلبة تلبس المحبس، يلا 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 جمعنا شي 700 شخص لنروح نطلب صاحبة السمو الملك الشيخة هبة بنت خليل آل بو. وإذ وإذ بروح لعند عمي بقول له يا عماه يا عماه نطلب لأحد البنية، فقال لي عمي يا عبد الله يا عبد الله ضيقوا العدد يا عبد الله ضيقوا العدد عشان كورونا، هو قال لي عشان كورونا ده، قلت له بنتك، بنتك اللي قالت لي حبيبي، بنتك اللي قالت لي انه بدها ضيعه وما فيها، قلت له، قام قال لي لا لا بدنا نضيق العدد عشان كورونا، يعني يمكن اني ما اروح، ما خصنا ما خصنا بدنا نضيق العدد، تعرفوا انتم ما نضيق العدد، يعني عم فكر ما بعرف، ببعت ماما بابا وانا بلحقهم، بس هذا لانه يعني من شو اسمه ناس بتروح وناس بتجي.
لحظة لنشوف هون. زينب صالح قالت: عبد الله مش حلوة منك تعرض حالك إذا عم تشرب بكاسة ذهب وأنت عم تشرب أناناس طبيعي، وتعرض فناجينك من الذهب والناس عم بتموت من الجوع. وين عبد الله اللي كان يدافع عن الفقراء؟ هلا عم تطلع وتعرض ساعة الذهب ودخان وأفخم نوع دخان ما بعرف شو. ارجع لقضية الفقراء والمحتاجين وانصب بالعيد، وإنك عم تعيد الشعب عم تطلع بهذا الأسلوب، شكل أخذ أوفر دوز. الله يخلي فنزاتك نسوان ولا يحرمك منهم، خاصة يخلي يا ويلي. لا يا زينب، لا يا تقبريني، صلي على النبي. ولو يا زينب، لا لا، انا راح اعيد عند لجنة الامديد اليوم. انا ناس طبيعي، اول شيء انا ناس حقق 2250، هل انا ناس الطبيعي. الدخان اللي انا بدخنه جايب منه 40 كروز معاي من السعودية. الكباية الذهب، من لو هي ذهب يا حبيبتي حطيتها بالقرض الحسب من زمان، 163 ألف حقه حق الدزين. ارتاح، صلي على النبي. ولا بدش هالعد، لا ذهب وحاططهم هيك عارضهم. ولي ما عرفتكش يا زينب، معقول يا زينب؟ معقولة ولو يا زينب؟ فقلنا لها لخطيبتي: يا هبة يا حبيبتي بدنا نجيب بس المقربين جدا. عملت هيك، قلت لها: هبة المقربين جدا، يا هبة المقربين جدا. تركت ديكي من 3 ايام، هلا اليوم يمكن قالوا لي شهرت اد عن اد. صح يا هبة؟ صح. تحب العالم، حب قلبي، تحية لهويدي سعدي، تحية لشو اسمه، وتحية ل زهرة تحت، ولحمودي تعال المطعم اللي بسكر بكير. ايه والله، تحية لمرت عمي العزيزة والغالية، سلمت على بنتها قبل بوقت لما اجت من السفر. يعني عبد الله انا نور، يا عبد الله نور، انا يا عبد الله، عبد الله انا نور. اوكي يا حبيبة قلبي، شرفكم. هلا مثلا مثل ساميه كشاكش، كشاكش اسمه كشكش. عبد الله تحيه. السؤال: لو سمحت انت حالق شعرات ايديك؟ تفضلوا هالسؤال، تفضلوا هالسؤال. ليش اشتري الكهرباء والباي والهيدا من بعد هالسؤال؟ شايفيتوني يا ساميه؟ زينب خليل محلاه وما تعزمنا يا عبد الله. نحن انتوا الفرخات، عندهم جروب اسمه فرخات، كل بدبو دبوس بقلبه. وفي عندهم جروب تاني فاطمة وباسمة وهيك، هودي مش فرخات، هودي بدرعة مصرف قد خطيبتي. يعني بحب ستايلهم كتير. مثل ما عم قلكم، بس يلا معه بيصير معه الحمد لله. فراس زيعور كيفك؟ تقبرني عاد عليك ان شاء الله بالصحة والعافية. تقبرني. انتوا شوفوا هلا على الطلبة، بتعرفوا الطلب عنا بس نروح على الطلبة. قال ناخد كبير العائلة وكبير العائلة وكبير العائلة وهذا، وبيجوا العالم ما بنعرفش من هو اهل العروس، من هو بي العروس، من هو بي العريس. قال بيجوا هالعالم محاش عارف حدا، بصير اول واحد يحدث معها: انت هذا حضرتك بي العروس؟ لا والله حضرتك. لا، كلهم بيكونوا متأمين، كلهم بيكونوا جايبين هالتقومة من هالخزاين ولابسين وقاعدة. من هو بي العروس طيب؟ هيدا بيكون بي العروس يعني قاعد هون اخر شيء، بيكونوا كل اللي هنام تأمين. بي العروس بيلبس بدلة بتلبسوا التأم عشان ينعرف مع بي العروس، بي العرس نفس الشيء عشان يعرف انه هو اثنين هن اصحاب العلاقة. نحن فيش عنا، الكل بده شو اسمه. وشوفوا لما بدهم يبلشوا بالحكي بالطلبة شو مهضومين. يلا بلش يا حاس. لا والله عندك الحكي، تفضل. اعوذ بالله، لا عندك الحكي يا حاس، تفضل. لا والله تفضل يا حاس. يلا اتكلنا على الله، تفضل. الحاس بده يبلش. لا والله الحاس بده يبلش. اتكلنا على الله يا حاس بده يبلش. بنضلنا نتكل على الله من اليمين للشمال ومن الشمال لليمين. اتكلنا على الله واتكلنا على الله، اتكلنا على الله واتكلنا. بتغيب الشمس وبتشرق الشمس ونحن بس عم نتكل على الله. مين بده يبلش؟ اخر شيء بتكون العباره كلمتين.
خلصت، بيتخانقوا وبيتدبحوا، ها رئيس العائلة وها رئيس العشيرة وها رئيس البلدية، وإذا عنده العمد بالضيعة بدون ياخده، تفضل سيادة العمد احكي الكلمة، لا والله بتحكي ولا بوجود الحاج نحن ما قلنا كلام، وبيتخانقوا من هو اللي له كلمة ومن هو اللي لهش كلمة. وبتكون صاحبة السمو قاعدة جوا، بتعرفوا أنتوا صاحبة السمو بتكون قاعدة جوا قلب البيت، أهي ناطرة تخلص الطلبة، أهينا عم يطلبوها. لا ما عرفتك، ما عرفتك. وقت كاتب الكتاب، انت شوف وقت كاتب الكتاب لما يقول الشيخ إذا موافقة فقولي أنت وكيلة، بتنزل تحت الكعب. إذا راحت على السوق وراحت جبت فيح ونزلت على النبعة، ولا وهلا نزلت على النبعة ما قلت 3 سنين ونص الفيديو كله الركاب، هلا نزلتي على النبعة خجولة ايدي ولا الشيخ بدي صلي على النبي ما عرفتكش. لا مش هيك، قال لي خجولة يعني، ولا فيديو كول قياما وقعودا بيكون صبح دور عشية، ما يصير. والنسوين اللي بيكون رايحين عند بيت العروس، يا ويلي هوني كان النسوين بيكون رايحين على بيت العروس، بفوتوا النسوين بيقعدوا عند بيت العروس، بيصيروا يطلعوا بالطري بالمطبخ بالبلاطات بالزوايا، يعني بيظهروا بيكونوا عارفين شو عاملين اكل، بيكونوا عارفين. الله اكبر الله اكبر. بفقوهم تفقاية بيصيروا مثلا اهل العروس واهل العريس قام بيصيروا شو بيصيروا يحللوا من عندهم، ليش حاسة عمتي العريس مش قبليني؟ ملاحظة أمه مكشرة؟ حسيتاش لهفت عليها اللهفة؟ أو أمه ما حبيتها لهيج مش حسيتهم إنه جايين عن جد بدهم؟ ما بعرف، يلا بصير خير. ما بعرف، مش مرتاحة لهالموضوع. حاسة في شي ما بعرف ليه، بصيروا كلياتهم زعفان، كلهم عم بخططوا ويقولوا من عندهم اشبشي، معقولة اشبشي؟ ما بعرف ليش، مش حسيت على بعضها، ما ضحكتش ولا ضحكة هالعروس، معقولة مش صحبة هي وامه؟ بلا يمكن صار كل العرس بيروح صحبة هي وامه وصحبة هي وبيه، مش عارف في تاني. يلا يا حاجة بتزلغتيلن زلغوطة؟ في عندكم حدا يرد علي؟ اذا في عندكم حدا عشر زلغ، هو الزلغيت مش الزلغيت انه عشان مبسوطين بالعروس، اعوذ بالله، الزلغيت لحتى يردوا على بعض بطريقه مسنه. ايويها انتو غنمنا ونحنا ذيابكم نحن، بترد هديك عليه. ايويها شفتوا القمر على الدار، قالوا للقمر قاموا، قلت لهم، بترد هديك للعريس. ايويها مثل عريسنا لو بتموتوا، هي منكد، هي مشكل ولكن بطريقة أغاني، عرفتوا؟ مشكل، هو مشكل، زلغت مشكل بطريقة أغاني، بس نحن قال عم بزلغطونا مبسوطين، بيكون السم للركب واصل. ايوه انا عم قلكم اللي عم بتروحوها اجباري بدو يصيروا، عرفتي؟ قالي والقلني اجباري بدو يصيروا. قسما بالله زي ما اقول لكم يا اولادي، قسما بالله والبقلاوة تفتل بالدار. يلا اول صف بقلاوة اكل، بعد 5 دقايق بيكون حكى الشخص كلمتين، بيرجع بيظهر الصف التاني، تظهر العالم زرقا من البقلاوي مرة واحدة وخلصني. عشو عشو 50 لفة للبقلاوي، لا مثل ما عم اقول لكم. بيرجع بعدين بنحكي لكم عن العرس ومصايبه هونيك بالأعراس الشحار. أهضم شي بالعرس لما تكونوا معزومين على عرس، عرس عرس يعني عرس عرس تقالي تريت عرس، كونوا عازميننا على هالعرس وراح نقعد هنيك، بنقعد على هالطاولة الكلاس اللي حدا بيجي بيأخر لنا الكرسي وبيقدم لنا الكرسي، عرفتها؟ وبتجي العرس ما بتبقى معزومة على الكرسي، كلهم بيصيروا بالسيارة برا معاها،
ولا ما العروس حلو جاي بعزفتها يعني، خلوا مجال للعروسة. كل الضيعة وكل اللي بالصالة كله بدهم يقوموا فوتوها لملكة تدمر، فيش مجال. تيجي بكون قاعدين يعني الكبار بالعمر اللي بيكونوا قاعدين على الكراسي بإشعاع إلا طيز بوجهم، بس طيز كله عم بيصوروا كله، وبتشتغل النوت 10 والنوت 7 والاس 5 والاس 9 والاس 15 هن عم بيصوروا. ما خلص ما كل شيء له شيء، انتوا اهضم شيء بتكون العرس والعريس عم يرقصوا سلو. بتكون اخته للعريس او اخته اختها للعرس بتكون هيك وقفت لهم. يعني هون عم يرقصوا سلو وهي خلص بدها شو؟ بدها تقوم، عاش فيها ما قامت تنط، يلا ما يطفوا سلو ويطفوا هالدخنه وبتنط كليوباترا على الساحه. هزي يا نواعم على الدفش بتكون ناطيته، بتهنيهنش بالعز يعني بتكون قاعده عملت لهم هيك. هون حركيت طلعوا منهم. كاميرات كاميرات. وابشع شي بالعرس هي لما العروس تقوم تتهضم وبتكب لهم بوكيت الورد وتجي قرمت قرمي يعني، ويجي الكم الهائل من العوانس والمطلقات يقف وراها. قال شو؟ يقف وراها المطلقات بتسيبها تكب لهم الورد تتهضم. سو زي فاماني قعدوا يوالي قعدوا دوزي فاماني زي فاماني زي واللي وراها بيكونوا عم بيروحوا يمين وشمال يمين وشمال. سوري انتوا تقولوا مين هي اللي بدها تلقطها مين هي اللي تلقطها، بس ما بتزبط مع حدا لانه اللي بدها تلقط الورد بتكونش قايمه معاهم. بتطير دراجون على الطاوله بتطير وبتنط تامر حسني، بتنط وبتلقطها لشو اسمه، بتلقطها للعروس بتلقطها للبوكيه. دعسي لها اجرى بتتجوز، يا ما هيها جارتي بوجهي دعسوا لها اجرى اصبع اجرى صار هالجاف هيها. قعدي هنا لا عرس ولا شحار، هي بوجهي جارتي ما في عرس الا دعسوا لها على اجرها، جواز ما في، بس الله بده يكتب نصيب بده يكتب، بس يكتب نصيب مش جاي مش جاي نصيب، لو بتروح مبخرات الدنيا كلها وسحرت الدنيا كلها، بس اللي فوق بده يكتب النصيب بده يكتبه. ايه والله مثل ما عم قلكم، بس يلا اصلا احنا فيش الا نحن بنسلي، عندنا حركات بتسلي اصلا، العرب عندهم الحركات فيش الا حركه بالمانيا فيش داعي ولا وحده ولا مره شفت بريطانيه انا اهتمت فستان العرس والشواروسكوف سكوف شيء على الظهر وعلى الصدر وعلى الجراب، فاش بيبي دول وراحت عند جوزها خلص العرس وخلصت هذا. شايفين شو بريطانيه عملت زفه كراكلا؟ فيش الا عندنا العربيه اللي هنا بس الوحيده بتعمل زفه كراكلا، غير هيك ما فيش. البريطانيه اخر شيء التايتانيك هي وياه بيتعشوا صحن بقلبه حبتان رز وفخده دجيج، تجوزوا بيحطوا صورهم مارد. نحن مارد، نحن نحن بدنا نشارك الام العربيه والاسلاميه جمعاء. بس شو بدنا نعمل؟ تحية لنور اللي كانت موظفة عند حلويات الشرق، نور الشرق مسميك يا أنا، بتطبطب علي على طول بتجيب لي بقلاوة ومعمول مد بقشطة وهالقصص. شكرا يا نور، الحمد لله عندي فانزات بكل المحلات واما روح بيعملوا لي سعر نعمة كريم. لو سهلة يا نور. ايه والله قد ايه صارت الساعة؟ الساعة 7:04 صار لازم اني غادر. بتبقى اشطة يا عبد الله كلمة السر جاتو. اليوم البس علي لانه راح نسهر ما بعرف وين مع رئيس البلدية والمختار مش يسوي، راح وجابوا العريس لنروح هنا. حبيبات قلبي بدكم شيء؟ حابة تسلم عليكم وعيدكم كل عام وانتم بألف خير ونعد عليكم بالصحة والعافية طول العمر والطمأنينة والحب والعطاء وكل شيء تتمنونه وتبغونه وكل حاجة. وعيد الجيش كل عام وكل جيشي بألف خير ان شاء الله، معاشاتكم بتطلع طلوع 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 لتصيروا تقبضوا 11 12 13 مليون مثل دول برا. بحبكم كلكم كلكم كلكم، والسلام عليكم فنزاتي ورحمة الله وبركاته.
في أمان الله وحفظ رعايته. باي باي. يا خيتي بحلي قريب صحر بس هلا لما الجهاز كن يتعلق.